مساء الخير على كل مشاهدي قناة النادي الأهلي وحلقة جديدة من برنامجكم ألعاب الصلاة. زي ما تعودنا دايما الحدث فرض نفسه، دايما بنبدأ ببداية بنتكلم على الكورونا لأن ده دورنا كقناة النادي الأهلي داخل دور الإعلام، إن احنا لازم نعمل نشر مجتمعي ووعي مجتمعي للناس في كل المجالات ونتكلم على الكورونا. أكيد زي ما احنا شايفين وعارفين البعض بيحاول يعمل تشويه أو تشكيك في قدرتنا إن احنا نقدر نعدي بهذا المرض. أكيد مصر بلد كبيرة من 7000 سنة حضارة، كنا نجوم وكنا عندنا علماء في الطب، هندسة، الفلك، الإحصاء. على مدار التاريخ مصر عندها ده. هو السؤال المهم اللي لازم نسأله للناس، انت ليه بتشكك في قدرة الدولة مع ان احنا كلنا واغلب الناس في هذه البلد واثقة تماما في قدرة الدولة المصرية ان تقدر تعدي هذا المرض وتعدي محنة كبيرة العالم كله بيمر بيها. لكن دائما وابدا هنسألهم، شكك، اعمل اللي انت عايزه، قول اللي انت تقوله، لكن احنا كلنا ثقة في الحكومة المصرية وفي الدولة المصرية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي إن هنقدر نعدي بإذن الله. على مدار التاريخ عندنا علماء كتيرة جدا 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 في كل المجالات، العالم شهد لهم بإيه؟ بفعلا إن هم علماء أثروا العلم بفكرهم بتجاربهم بحاجات كتيرة جدا. على سبيل المثال مثلا دكتور الكبير دكتور مجدي يعقوب، مصري من أرض مصر، دكتور كبير عالم كله بيتكلم عليه وعارفه بالاسم، الدكتور الكبير عالم القلب الكبير. أكيد دكتور إبراهيم سمك برضو مصري من أرض مصر، عالم الطاقة الشمسية، وهو اللي دخل ألواح الطاقة الشمسية المنزلية في ألمانيا. المهندس الكبير هاني عازر، المهندس ده هو اللي نفذ محطة برلين، وهي محطة برلين أول محطة قطار في العالم تعمل بالطاقة الشمسية. كل دول مصريين، وكمان دكتور فاروق الباز عمرنا ما نقدر ننساه، التاريخ قال كده، عالم في وكالة ناسا وعمل إيه؟ ساعد في التخطيط الاستكشاف الجيولوجي للقمر. دكتورنا الكبير أحمد زويل، دكتور أحمد زويل اللي العالم كله عارفه، عالم كيميائي وكمان حصل على جائزة نوبل في 1999، دكتورة سميرة موسى، أول عالمة ذرة مصرية كانت بتأمل أن تسخر الذرة لخير الإنسان، وكمان دكتور أو أستاذنا الكبير جمال حمدان عالم في الجغرافيا، أول من تنبأ بانهيار الكتلة الشرقية للاتحاد السوفيتي، وبالفعل انهارت نتيجة زلزال وتم تفكيك الكتلة الشرقية أو الاتحاد السوفيتي. معنى كل كلامنا ده أن الدولة كمان، كل دول علماءنا الكبار، لكن الدولة دلوقتي على أرض الواقع بتستمر في بحوثها العلمية. يعني إيه بحوثها العلمية؟ علماءنا دكاترتنا مثقفينا دلوقتي مع الدولة المصرية بنحاول زي ما كل العالم بيحاول نطلع علاج لفيروس كورونا. بنعمل أبحاث، بنعمل تجارب، العالم كله بيشهد دينا بده. ومصر مش بلد علشان حد يقولها إن هي بلد، بالعكس مصر من أكبر دول العالم في العلم، وده التاريخ قال كده وأثبت ده. زي ما احنا شفنا في موقع اليوم السابع حاجات جديدة بتطلع، اليابان بتطلع عقار من اليابان، وموقع اليوم السابع نزل ده وقال فيه ان الفيروس ده يقدر، المنتج ده يقدر يقضي على الفيروس في خلال 4 أيام. مصر خدت من اليابان الكلام ده وبتدرس مكوناته عشان تدرس انتاجه. الكلام ده موجود موثق على مواقع كثيرة جدا منها كمان روسيا اليوم. كل ده اللي احنا حابين نقوله ان مصر، ما حدش يقول ان مصر مش قادرة، مصر تقدر على مدار التاريخ، تقدر على مدار الحياة تعدي كل محنة
احنا عمرنا ما كنا دوله على الهامش. احنا دوله كبيره، دوله كبيره بقيادتها، دوله كبيره بحكومتها، دوله كبيره بشعبها، دوله كبيره بشعبها. وده اهم حاجه، ان شعبها فعلا في المحنه دي ملتزم، ملتزم التزام كبير جدا. فعلا بقى عندنا وعي وعندنا ثقافه، والناس النهارده بقى اللي بينزل من بيته نازل يعمل شغل ويرجع لبيته مره تانية. شيء مهم وشيء جميل، شيء ايجابي لينا كلنا. واكيد بنطلب الناس ان ما تتجرش لحملات التشويه، واي حد عايز يشوه في البلد نقول له ريح، انت مالكش لازمه. احنا قادرين، احنا واثقين، لان مصر كبيره بشعبها، كبيره بحكومتها، كبيره برئيس دولتها. ولازم نشوف صور ايجابيه لمصر. ما يقولش مصر تقدر، لا مصر تقدر، وعندنا صور كتيره شفناها في مصر لازم نشوفها. صور ايه؟ صور مستشفى ميداني 520 فرد بتتعمل في 24 ساعه. الرئيس طلع طمن الشعب المصري كله وقال الكلام ده في خطاب مهم جدا. قدرنا نقف، هي دي مصر اللي قدامنا دي، هي دي مصر، هي دي مصر، هي دي رجاله مصر اللي قادره تشيل الحمل، اللي قادره تشيل حمل مهم جدا في وقت صعب جدا العالم كله. بالمناسبه مصر النهارده هي اللي بتصدر للعالم كله المواد الغذائيه. شيء مهم، شيء ايجابي، زي ما احنا شايفين قدامنا عربيات اسعاف. مصر هي فعلا اللي بتقود للعالم في موضوع في الغذاء، ما شاء الله. ده بتاع المصري قدامنا، دكاتره مصر اهي في الصوره. هي دي مصر، هي دي مصر الايجابيه، هي دي مصر اللي اي حد لو شاكك فيها يبص للصوره دي. الدكاتره واقفين، التعقيم في كل حته، كل وسائل التعقيم في العالم عندنا، كل الاجهزه عندنا. هي دي مصر، وهتفضل مصر طول مدار التاريخ، وهتفضل دوله كبيره.